ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس براشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 3 سنوات، هنا في مكتبنا للاستشارات الصحية الذي بحمد الله تعالى توفقنا بفتح هذا المكتب في موقع اسمه فيرجينيا تيك كوربوريت ريسيرش سنتر، أي فيرجينيا تيك لأبحاث الشركات. هذا الموقع حائز على جائزة أفضل موقع للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010، ومرتبط هذا الموقع منطقة بأكملها فيرجينيا تيك بوليتكنيك ستيت يونيفرسيتي، أي جامعة فيرجينيا تيك بوليتكنيك الدولية، مرتبط بحيث أن الشركات الموجودة هنا تنسق مع الجامعة المذكورة وكلية الطب الأستيوباثي إدوفا كوليج أوف أستيوباثيك ميديسين فيما يتعلق بأبحاث الشركات. ونحن بحمد الله تعالى بعد ما توفقنا بفتح هذا المكتب للاستشارات الصحية، جانب واحد نلتقي بزبائن ومن ثم تقديم الرعاية الصحية، الإرشادات الصحية بفهم مزايا العلاج بالماء الساخن عما يحملها من أسرار علمية مخفية عظيمة لم تكشف من قبل، وبالتالي مساعدة الناس تحقيق الصحة الشاملة جسديا وعاطفيا وعقليا وروحيا. هذا خطوة واحدة. والخطوة الثانية التي توفقنا بها هي من خلال مذكرة التفاهم، الاتفاقية التي وقعنا مع احدى ابرز كليات في طب الاستيوباثي في هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وموجودة في نفس المنطقة هذه، لإجراء بحث معملية وسريرية لإثبات مدى فعالية العلاج بالماء الساخن. هذه البحث ستقام قريبا، هناك إجراءات أولية يستلزم إعدادها. هذه الإجراءات تتعلق بتشكيل فريق من الباحثين والعلماء والأطباء الذين سيشرفون على هذا المشروع، ومن ثم متبرعين، وكذلك أخذ موافقات رسمية كإجراءات المعمول بها اللي تسمى ERB، وعندما تظهر النتائج تظهر باسم مكتشفها. والحمد لله رب العالمين، الاتفاقية مذكور بأن هذا المكتشف هو مواطن من سلطنة عمان، فارس بن راشد سالم الحجري، دكتوراه الفلسفة في الطب البديل، وكذلك سيتم نشر هذه النتائج في النشرات العلمية ونشرات عالمية مختلفة. وهذا اكتشاف ليس اكتشاف فارس، بل اكتشاف عمان، اكتشاف البلد، اكتشاف سلطنة عمان، اكتشاف خليجي، اكتشاف عربي، لأن نعتز بالوطن ونعتز بخليجنا العربي ونعتز بعروبتنا. وبإذن الله تعالى تنتشر هذه نعمة من خلال اعتراف الأكاديمي، لأن من حققنا حتى الآن 11 سنة منذ توصلنا إلى هذا الاكتشاف بأن الماء ساخن بدرجة معينة باستخدام معين ببرنامج معين وأساليب صحية وعلاجية معينة، توصلنا بأن له فوائد صحية، بل كنز مفقود يحمل أسرار عظيمة مرتبط بمصدر خلق وتكوين كل إنسان دون أي استثناء. هذه هي الخطوات، ومن ثم توفقنا بإذن الله تعالى وتوفيقه، ونشكر كل من الذي يدعمنا من حيث الدعم المعنوي والنصائح والجوانب الإيجابية، وكذلك الذين كرسنا حياتنا في مساعدة الناس على مدى 11 سنة لتلاقي مدى فوائدها الصحية والعلاجية. فهناك من وقت الآخر الذين يقدمون تجاربهم، وهذه التجارب نقوم بنشرها من وقت الآخر. هذه التجارب أيضا كانت دافعية قوية جدا تغضينا منح مواصلة الكفاح والاستمرار في هذا الشأن. والخطوة القادمة مكان هذا فيرجينيا تيك كوربوريت ريسيرش سنتر، المركز
هم يعتمدون على التنسيق networking أي العمل الجماعي، وبالتالي يحاولون مساعدة كل من الذي لديه أفكار تنفع للمجتمع، أفكار تنفع للاقتصاد وتنمي الاقتصاد إلى آخره. وبالتالي تلقينا دعم معنوي كثير وتدريبات متواصلة من قبل الشركات، من قبل المختلفين المتخصصين، من أجل إعطاء دفعة أمامي لمواصلة الأهداف المرجوة. وهذه الأهداف تنصب من حيث إقامة مشاريع تتعلق بالصحة الشمولية والعافية الرفاه، وهي مشاريع تتعلق كذلك بمشاريع سياحة العلاجية. أي هناك خطة تنسيق أيضا مع بعض المتخصصين في إجراء أبحاث ودراسات تتعلق بكيفية تحويل الفكرة إلى منتج، أي الاكتشاف بالعلاج والمساقن كمنتج، من حيث أن هذه المشاريع على أساس تجذب المستثمرين الراغبين في إقامة هذه المشاريع. ومن خلال هذه الخطة الهادفة، أولا إنشاء منتجأ للسياحة العلاجية في سلطنة عمان وفي الولايات المتحدة الأمريكية. نحاول نركز منطقة فيرجينيا بلاكسبرغ هنا، وهذا واحد. ثانية إقامة مركز للصحة الشمولية، هذا يعتبر بداية للمركز، هذا مكتب الاستشارات الصحية، والخطة أن في نفس المكان توسع هذا أنا تقطاق أوسع، يكون مركز متكامل في أطباء مختلفين في العلاج الطبيعي، أي أنواع مختلفة من العلاجات الطبيعية مثل الأروماثيرابي، أكيوبانشا، أنواع العلاجات الطبيعية، ويدخل كمان العلاج بالماء الساخن. تخصصنا في تقديم استشارات الصحية ما تعلق بفهم أسرار مخفية للعلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، 11 سنة نحن مستمرين وقدمنا أكثر من 60 لقاء إعلامي ونشر إعلامي ومقابلات إذاعية وتلفزيونية في سلطنة عمان، في دول الخليج الأخرى والدول الغربية هنا في أمريكا وفي بريطانيا وفي دول شرق آسيا وإلى آخره. وكذلك قدمنا أكثر من 80 محاضرة مختلفة وكذلك مؤتمرات دولية، ألقينا أوراق عملنا، استفدنا من هذا الجانب. في أيضا يعتبر مشروع خيري، مشروع الذي امتد منذ البداية وامتد حتى الآن 11 سنة، من خلال تقديم النصائح والرعاية الصحية، الإرشادات الصحية لكل من الذي يسعى لتحقيق استفادة من هذا. وبذلك الهدف من الآن بدأنا هذه الخطة إنشاء منظمة الصحة الشمولية غير ربحية، تختص اختصاصات المنظمة إقامة ندوات وإقامة مؤتمرات بالتنسيق مع باحثين في مجال الرعاية الصحية العلاجية الطبيعية، العلاج الطبيعي. هذا هي أهداف. وإذا توفقنا أيضا هناك خطة في المستقبل إنشاء كلية للطب الأستيوباثي تحت الرعاية ودعم الأكاديمي من الكلية التي توفقنا بتوقيع اتفاقية إجراء أبحاث معملية وسريرية. هذا هي الخطة الهادفة من ذلك. ومن خلال هذا أمريكا لديها قدرة بأن تنشر هذه الفكرة على مستوى العالم، يبقى هو الفكرة تأخذ جانب اسم التجاري اللي هو سجلنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حقوى ريفيتالايز اللي هو سمى منتج، وبإذن الله تعالى أينما ينتشر بهذا الاسم. هذه هي الخطة الهدف من نشر هذه الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن والطب الشمولي، العلاج الشمولي والعلاجات الطبيعية المختلفة والآخر، ونشرها على مستوى العالم بإذن الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا ولكل ما هو صالح النفع للبشرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.